وكل مواطن ومواطنة في سيدي بوسعيد بحول الله يسترجع حقوقه الكل بدون استثناء. احنا اليوم وجودنا لهنا بالنسبة للقائمة البلدية اللي تفرضت علينا من فوق ضد الفكرة هذه تماما. موجودين هنا باش نعبروا على مقصودنا بكل حضارة وبكل تربية. عنا قائمة خارجة من القاعدة تمثل أولاد وبنات سيدي بوسعيد الكل بدون استثناء. هالقائمة هذه يلزمها باش السيد الوالي يخذ بعين الاعتبار ويلغي القائمة اللي عينها باش تصير فهمتي ولا تمثيلية نزيهة في سيدي بوسعيد. يا هي الشعب بلدي حرة حرة والتجمع على برا. 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 اليوم اليوم بابي انك شوف اللي سيدي بوسعيد حرة اللي تونس حرة واللي بينا اللي هي حرة تلمينا كما نحبوا. حتى واحد بعتنا مسية وقالنا برا تلموا تلمونا بإرادتنا وإرادتنا ما ينجم يحناها حتى واحد وعزيمتنا ما ينجم ينحينا حتى واحد. أي مجلس بلدي حبيت نصب في سيدي بوسعيد يمر عبر الشعب. سيدي بوسعيد من الشعب والشعب يعطي كلمته والشعب حر. فرصة تجاوزات سنة فرصة تجاوزات سنة. وبالتالي نحذر وننبه وقفتنا هذه وقفة سلمية وقفتنا هذه وقفة نظيفة. ولكن مسؤولين وقت اللي يجيوا يحبوا يقولون العصا في اليد سنقول لهم لا بالاعتصام بإضراب الجوع بالعب. الشعب هو اللي يحكم ليس بمجلس حماية الثورة اللي يحكم. شعب سيدي بوسعيد هو اللي عين مجلس البلدي. شعب سيدي بوسعيد هو اللي طهر المدينة والقرية من رموز الفساد من السراق من ناهبين. وهذا لأننا نحن أحرار ونحافظ على حريتها وندافع عليها ولو بالدم. حريتها اللي هي قدمونا الشهداء. وبالتالي هالمجلس البلدي هذايا المجلس البلدي هذايا اللي عينه المعتد نقول له من هذا المكان وفي هذا الزمان أنه ما عاد فما قرارات من فوق. القرارات تكون من القاعدة. القرارات تكون من الشعب. القرارات تكون من المهمشين. القرارات تكون من المواطنين من الدرجة الثانية. القرارات تكون من المغضوب عليهم في العهد البعد اللي هما عنظف الناس وأطهر الناس وأنظف المواطنين في هذا البلاد. لو كان ما جاوش طاهرين ولو كان ما جاوش مواطنين صالحين ما يقدموش أنفسهم شهداء للحرية. وبالتالي وأكرر وأقول ليس لنا إشكال ولا مشكل مع الأعضاء لنصب المعتد ولكن في الطريقة. لأنه بن علي كان ينصب بالفوق. اليوم الشعب هو الذي ينصب والشعب اللي راح صار يحطه واللي راح طارح يطرده وسنقول له ديجاج. وفهم عنوان رائع جدا وإن عدتم عدة وها أنكم عدتم إذن عدة. وسنواصل نضالنا بالأشكال السلمية وبالطرق السلمية وبالأساليب الحضارية. يا شعب يا شعب يا شعب على برا. بلدي حرة حرة والتجمع 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 على برا. بلدي حرة حرة.